مليئة بالإبداع ومحفوفة بالمخاطر. إليكم أشهر برامج التزييف العميق وما توصلت إليه. نبدأ بالأشهر، زاو الذي طورته شركة مومو الصينية. يتميز التطبيق بقدرته على تبديل الوجه وثبات التأثيرات حتى مع تقلبات الرأس وتقلبات الإضاءة أو تحركات الرأس طبعا، ويحتوي على قوالب المشاهير والشخصيات الخيالية والميمات. ننتقل إلى مختبر الوجه العميق الخاص بنظام التشغيل ويندوز، يضمن التزييف العميق لامتلاكه مختلف الإعدادات اليدوية كتصحيح الألوان واستنساخ الصوت في الفيديوهات. هذا طبعا التطبيق ليس سهلا أبدا على المبتدئين، لكنه الأنسب لمحرري الفيديو المحترفين. أما ريفيس فحقق أكثر من 70 مليون عملية تنزيل لعام 2023، ويتفوق بقدرته على تبديل الوجه وتشكيله على الفيديوهات وتحويل الصور الشخصية إلى وجوه المشاهير بطريقة تشبه رسوم الكاريكاتير. ونختم بأفاتار فاي الذي يعمل أثناء الدردشات المرئية الشائعة مثل زوم وسكايب، بعد منحه طبعا حق الوصول إلى الكاميرا، يمكن من تحريك وجوه الميمات حتى المشاهير أثناء المكالمات المباشرة.